هناك باش نعملوا طلع على كوجينتنا نشوفوا اللي شافوا وين وصلوا. الوغ شيف مروان شيف هزار وينكم؟ انا بدي قاعد نقدم بالباهي عفاف. دونك بالنسبه للي بيلون تاعي اللي كنت وريتهم لكم من بكري كملوا طابو معناتها راهم باش ياخذوا اون ايبوليسيون باش ياخذوا لنا هكاك 10 15 دقيقه باش نكونوا متهنيين اللي هما طابو كل تقريبا ربع ساعه معناها يعطيك الصحه في الماء. من بعد نخليهم يرتاحوا يبردوا باش من بعد نيفيلوشيام. وتوا قاعد نحضر في الدوزيام روسيت اللي هي باش تكون البلا دو ريزيستونس نتاعنا اللي هو بديت بالشامبينيون نتاعي. دونك حطيت من الاول شويه زيت نجمه بعد شويه بصل ومن بعد الشامبينيون نتاعي باش نعمل لهم هكا ضربه غير يعطيني يحمروا باش يسيبوا المطعم نتاعهم يبدا في الحال اللي هو ما نجمش نتحصل عليه بالكويسون بعد هكا في وسط البلاتو يبدا كل شيء مخلط مع بعض. دونك هذوما جوست باش نحضرهم ومن بعد باش نكمل الباقي الرسيت الكل في وسط البلاتو وباش نحطهم على الفور وباش نحكي لك عفاف من بعد على الفور اللي باش نطيب به. داكوغ تخي بيان. نمشيو للشيف هزار. الوغ شيف ايه انا حضرت الخلطه نتاع البسبوسه نتاعي عفاف وحطيتها في بلاتو. ماذا بين البلاتو ما يكونش عالي برشا، انا البلاتو هذا عالي ما يعني ما عبدوش للاخر. دونك عملت قبيله قلنا خذيت خلطنا بالشيح مع بعضهم ومن بعد اي حاطين الزانغريديون شايحين الكل مع بعضهم، السكر وسكر سمارت شيف منوكة الزهر والسميد والحسين وكل شيء لميناه. من بعد عملنا الزبده اول حاجه صاب نجناهم بالزبده وبعد لميناهم بالياغورت ناتوريل. انا عملت كعبه ونص خطر قبيله قلت للساده المشاهدين على السادي بون انت ديما المهم باش تعرفوا التكستور نتاع الوحده اللي بديت تتلم شويه فهمت، خاطر السادي بون انت والسميد كيفاه يشرب. دونك تو باش نحطها نستواها خليها ترتاح حكايه ساعتين زمان وبعد باش نجم باش السميد يشرب وكل شيء ما يتفتفتش كي باش تقصها كل شيء. وبعد باش نقصها مرسويت هكا كارو وعلى كل كارو نحط فيه كعبه لوز ونحطها طيب في 160 حتى تولي اللون نتاعها دوري ولا ديريكت تبدا سخونه. نعمل لها الشحور، بالنسبه للشحور طيبته اون باراليل باش بعد ما صبوش يبدا بارد برشا يبدا شويه شويه ملذذ. خذيت بالنسبه للكونتيتي هذه خذيت عليها 500 سكر و200 غرام ماء وشطر كعب قارص وبعد في الاخر شويه زهر باش نفوحوا به البسبوسه نتاعنا وتابعونا هنا نخدموا مع بعضنا كل شيء. يعطيك الصحة ميرسي بوكو شيف هزار شيف مروان يونسي، اقعدوا معنا في المتابعة تو نرجعوا من بعد نكملوا معاكم لي روسيت وبقية الفقرات نتاعنا. نخرجوا فاصل قصير وراجعين. مكملين معكم في برنامج الويكاند. التحقت بيا هدى بن عثمان اخصائيه التغذيه. مرحبا هدى. مرحبا. سافا؟ الحمد لله. دونك مع هدى بعد شوي باش نحكيو على مشاكل الغازات التخمه بعد شقان الفطر. فوالا مشاكل الغازات والتخمه بعد شقان الفطر واللي برشا منا يعني ومنها. والتحق بيا زاده رئيس جمعيه تراثنا زين عبدين بالحارث. اهلا وسهلا. عسلامة صحيك. مرحبا بيك. تحية لكل مشاهدي قناة التاسعة. يعيشك، ديما منورنا بجبيب. شفت منظر الحمروني وين نقول له ماشي للباب. الجمعة اللي فاتت كلمني قال لي تو تلبس هذوما تمشي لها بهم. ياسر حلوين نحيوها برشا. هذه من قرقيفة هبطها. والله من قرقيفة. يعطيه الصحة نحيوها برشا هو وكل الحرفيين واللي يصنعوا في الأزياء التقليدية الكل في تونس، ربي يوفقهم إن شاء الله. وهذيك تراثنا زايدة وعاداتنا وتقاليدنا يلزمنا نستحفظوا عليها. هات نبداو دونك مع هدى. نبداو بالقلق بعد شقان الفطر. وي عفيف انا باش نحكي سبيسيالمون مش على العباد اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، باش نحكيو على العباد يقول لك في سير الايام ما عندوش مشاكل معناها نتاع انه يحس ببالونمون ولا غازات ولا حاجه. يقول لك انا لاباس بيا ما نعرفش علاش في رمضان بعد شقان الفطر نحس بنوع هكا رزن في المعده، دايخ تحسك المعده منفوخه شويه وعسر في الهضم بصفه عامه. دونك انا باش نلخصهم في سته اسباب بيان سور باش نحاولوا باش نعطيو الحلول. الحاجه الاولانيه اللي هي حشيشه رمضان. عفيف كي نقولوا حشيشه رمضان نقولوا دخان وقهوه. دونك برشا الناس هو يقول الله اكبر هو يشد اكل يا اما السيجارو نتاعو دونك اللي هو مش منصح به بيان سور والا القهوه اللي يقول لك خلينا نعمر بها مخي طول باش نبدا هكا على الطاوله زاهي والكل. دونك القهوه بالحليب عفيف لو كافي اولي لاسوسياسيون بين القهوه والحليب تعكر عملية الهضم، معناها تخلي الهضم
نقولوا احنا يرزن شويه دونك اي ماكله تدخل بعد القهوه تقلق دونك ايفيتي من المستحسن ما تكونش هي اول حاجه نبداو بها. هذه بلا حليب تبدا قهوه كحله زاده قهوه كحله هو شو سي تان اكسيتان بصفه عامه معني اي حاجه اكسيتانت للمعده هي كانت مرتاحه ماذا بيك ما تبداش بها معني احنا ماذا بينا نبداو بحاجه سوبل معني سيدغاتي معني حبش نشرب الماء ولا كاس بسيسه والا نبدا طول بالسوب معني حاجه نقولوا احنا ماش هكا شويه قويه على المعده. به النقطه الثانيه اللي هي كيفاش ناكلوا عفيف كيفاش نقعدوا على الطاوله وكيفاش ناكلوا بالزربه معناها تلقاها الطاوله منصوبه ومزينه في 10 مينوت لعب طف طف كان هالماكله باش تهرب وياكل بكميات كبيره في وقت وجيز. هذاك علاش احنا ديما ننصحوا نقولوا انك ماذا بيك مثلا تاخذ كويس ماء ودقله ولا كيس بسيسه ولا تبدا بحاجه ليكيد وترتاح تستنى شويه. احنا حكينا في الحلقه قبل العباد اللي تحب تضعف يلزمهم يرتاحوا كل 10 دقائق ما هي راي مش كان العباد اللي تحب تضعف اي انسان دو بريفيرونس ناس كل معناها صحيت معناها خاطر هو ياخذ اكل ديغاتاسيون المعده تقبل وتقبل شويه السكر ناخذوه بالدقله مثلا باش ينعوش الجسم ومن بعد بشوي بشوي تبدا انا نقول بخطى حكيمه اكثر على خاطر يلزم تعرف اللي المعده زاد كانت مرتاحه ليله كامله ونهار كامل بلوتو اي ومن بعد انت كي تدخل الكميات الكبيره هذيك ما تنجمش تهضمها بطريقه سليمه ما تنجم تكون كان ترزق دونك ليديال دريجين بيناتهم ناخذوا ترتيحه. النقطه الثالثه هي كيفاش دخل الماكله البول اليمونتير معناها انت كي تاكل لقمه كبيره عفيف معناها هو بخومي اغيفي بخومي زيرفي معناها انت كي تبدا بحاجه مثلا اللي من غير ما تمضغ اكل تبلع دونك لا ماستيكاسيون اي تري امبورتون يلزمني نمضغ راه 50% من عمليه الهضم تصير في الفم نتاعنا معناها اذا انت تبلع بلعان في الماكله دونك المعده اشتر الخدمه وديك عاده من الصغرى يلزم نتلهيو بصغارنا كيفاش الطريقه اللي ياكلوا بها فما صغيرات زاد هكاك يبلعوا بلعان ما غير ما ياخذ وقته باش يمضغ صحيح دايوغ في العادات هو يقول لك كول وما تتكلمش وخذ وقتك وساعات عبد يحط لك فرشيته وسكينه تظهر له كانه حاجه هكا زعما زينه وكل بالعكس هو انك تاخذ لقمه صغيره خاطر تخيل هي المعده شنو كبرها وانت الطاوله مزينه هذاك الكل دونك باش تهبط دونك حاول باش تاخذ وقتك وتحاول اون بون ماستيكاسيون باش تعاونك على عمليه الهضم باش من بعد ما تتقلقش. النقطه الرابعه اللي هي الطاوله ديما مزينه عفيف بحاجه ليكيد معناها المشروبات لي جو ويقول لك انا نشرب بالجازوز باش نهضم صحيح صحيح هو يقول لك ما نجمش نبلع كما هكا جغمه ماكله جغمه يشرب وجغمه لقمه ياكل دونك صحيح انت في وقت تحس روحك هضمت اما راهو هذاك كميه كبيره نتاع نقولوا احنا سوائل وغازات اللي من بعد تعمل لك عسر في الهضم والغازات هذوكم كيف كيف. والحاجه الخامسه اللي بالحق يمكن هي عاده من العادات وفما ناس باش تقول لك لينا من نجم نعدي شربتي كانت قدمه الخبز. اي بالحق. الاسوسياسيون نتاع الخبز نشويات اي يقول لك ثم ناس مقرونه بالخبز عفيف راهو معناها عجيب. تكلم ولا نسكت. اي بالحق. شنو نصدمك معناها هذيك حتى كسكسي بالخبز. اي هذيك عاده بالحق راهي هي عاده سورتو الشربه معناها برشا عبيد تقول لك نحب الشربه نتاعي مع قديمه خبز ما ناكلش برشا اما نعدي بها اون فيت خاطر الشربه ليكيد وفيها طماطم وزيت دونك ترزن شويه في المعده مع انت تزيدها الخبز راهو هذيك زاده يقلقك في عمليه الهضم. يقول لك باش ما تعمليش الجير راهو كان ناكلها بالخبز. شو هو باش ما تعملش الجير باش نبداو واضحين اذا انت تطيبها كلها خضره صافي طماطم فرشكه والزيت تحكروا راهو ما تقلقكش. اما اذا تبدا فيها كونسونتري تلقاها زينه شويه وفيها برشا زيت باش تقلقك دونك الحكمه في التطيب نتاعها اوكي واضح. والحاجه الاخيره واللي هي المهمه خاطر احنا كي نرزنوا في معدتنا نقولوا خلينا نتكى شويه نرتاح خليني نقعد خليني نتمد هكا ولا ايه المثل نتاعنا التونسي شو يقول تغدى وتهدى تغدى وتهدى و كيفاش تغدى وتهدى ولو كانوا وتعشى وتمشى وتعشى وتمشى بعد العشاء شويه حركه دونك حول الطاوله اغسل الماعون تمشى شويه خاطر بطبيعتها هي عمليه انك تتحرك شويه تعاون برشا على مع عمليه الهضم في الجسم نتاعنا دونك هما خطوات بسيطه معناها يسوفي انك تنظم روحك على خاطر هي الماكله رزينه شويه واحنا نطيبوا ياسر مقلي ونطيبوا ياسر مزيت دونك انت حاول باش تنقص وتتبع الخطوات هذوما باش ما نرزنوش هكا بالطريقه هذيا من بعد يولي اما لازم يعني نعديو السهريه يولي متقلق. يعطيك الصحه هدي كل مره هكايا تمتعنا برشا معلومات ونصائح مهمه برشا ونتصوروا انه قاعدين نفيدوا في الساده المشاهدين.
عفيف هو ديما انا نقول المعلومه اذا وصلت بقدره ربي العبد هكا يحس بك الخفه والكل، اما انا باش نحاول نعطيهم حاجه هكايا خفيفه يشربوها بعد شقان الفطر، التعاون بالحق برشا، جربوها وتذكروني. اون في تاخذوا 300 مليلتر 300 مليلتر ماء، تغليوا الماء نتاعكم، تطفيوا الغاز، تحطوا ريقتين رند، مغرفه نتاع قهوه بسبيس كعب، مغرفه نتاع ماكله نعناع ينجم يكون اخضر ولا شيح كيما تحبوا، ومغرفه نتاع ماكله ترونجيه. سامبلومون تحطوا تغطيوا الانفوزيون نتاعكم بوندون 6-7 مينوت، ومن بعد تصفي وتشرب بعد العشاء نتاعك. سا فا فوزيدي انورميمون. عفاف راهو السكر باش نبداو واضحين، راهو كثره السكر يعمل الغازات. دونك خلينا الانفوزيون هذيا ما نحليوهاش باش او موان نخفوا المعده نتاعنا، خلي السكر في القيوه مش مشكله. وما نكثروش ما نكثروش. يعطيك الصحه ميرسي يهودي. باش نرجع بعد شويه مع زين عبد الجليل بالحارثة، ما نعملوا طلعه على كوجينتنا نشوفوا اللي شافوا وين وصلوا. دونك عفيفة احنا بالنسبة لي انا بديت في الفارس نتاعي، دونك خذيت الدجاج اللي حكينا عليه من بكري، قاعد نسبل فيه هكا تروف تروف، واستحفظت على العظم نتاعو اللي هو باش نلمو فيه من بعد الفارس نتاعنا. دونك الفارس نتاعنا حبيت نقول لكم شنو باش يكون في وسط. دونك باش يكون عندنا بطاطا، الدجاج نتاعنا هذايا باش نزيدوا عليهم كعبتين عظم على 10 كويسات عملناهم، ومعاهم شوية زيتون، زاد شوية نوا وشوية جبن، هذوما لو بلو برانسيبال، ومن بعد انتم تنجموا تزيدوا ايش اللي تحب عليه. ومن بعد باش نعدوهم في الشابلور نتاعنا ونقليهم في زيت نجمه، وباش يعطيونا ان روندو انا نكون متاكد اللي هو باش يجي ياسر بني. باه نجي عفاف للفور اللي قلت لك عليه من بكري والبلا اللي باش يدخل الفور نتاعي. دونك انا لهنا هاو نحب نوريكم اللي هو اللوسوبوك نتاعي تحط جوست من الاول قليته على اليمين معناتها على زوز شيرات، ومن بعد زدت معاه البطاطا والشامبينيون وتومات سوريز نتاعي وهذوما الكلهم، زدت استوز صغيره بربي وشكلكم ياسر مهمه. بعد ما تقليوهم على البوال نتاعكم والكل، جوست كي تنحيوا اللحمه ولا كان دجاج ولا كان وحوت، حاولوا خذوا ليكيفالون نتاع كاس ماء ورميوه فما هكا لي سوك اللي شدوا في وسط المقله يعملوا لنا صوص ياسر بنينه، معناتها الماء هذاك عاودوا ريكوبيريوه وصبوه في وسط البلاتو نتاعكم اللي هو تو باش نحطه في الفور نتاعي. عفاف اللي هو عندي فور نيو ستار، دونك الفور هذا عفاف اللي تري بروفيسيونيل. دونك لو فات اللي هو فيه لي مود الكل عفاف، اللي هو نجم نحط الشالور من فوق من اللوطه، هو فيه اون شالور تورنونت ان اير بولسي معناتها نقولوا، وحاجه الاخرى اللي هو فما البلاتو اللي في الوسط اللي تحط عليه عفاف تنجم تبدل لي نيفو اللي انت تحب عليهم. دونك اون بليس هنا في المينوتري ديجيتال اللي تسمح لي وانه نعرف بالضبط قداش يلزمني وقت باش نخلي الماكله نتاعي ونتلهي في حاجه اخرى ما نخافش عليها الحقيقه. يعطيك صح. وان بليس عفاف اللي هو اللي فيه معناتها الجريل ولا البلاتو اللي كامل سواء باش تطيبوا فيه حاجات هكا جارين والكل، فما زاد البلاتو اللي هو تنجموا تطيبوا فيه زاد خبز ولا اي حاجه تحبوا عليها. فوالا دونك وشاف زاد هزار عندها جادجيت في يدها من بكري وهي تعمل بها وياسر ياسر احلاها باش نخليها تحكي لكم. سهلت لي سهلت لي الخدمه وخفيفه محلاها. باهي الماكينه هذه الماكينه كيوي معموله سبيسيالمون نعملوا بها لي كريب الاومليت البانكيك زاد البوب كورن حاجه هايله على الاخر. والماكينه اسمها بوب كورن ميكر موجوده قلنا في اي جراند سيرفاس مخزنات الكل تلقاها موجوده. عندنا دو جور نتاعها، عندنا دو جور اذا كان باش تعملوا كريب والا بانكيك ولا حاجه تكيلوا بالضبط الروسيت نتاعكم تصبوها تجي باش لا تجي لا خشينه ولا تفيع ولا حتى شيء. دونك الدوزاج هذايا بالنسبه لماكينه البوب كورن ميكر يخليني ما راتيش اي حاجه باش نعملها، دونك نحط اكزاكتومون قداش يلزمني ميلونج بالنسبه للبانكيك ولا للكريب، وكيف كيف زاده قداش باش نحط كونتيتي نتاع زيت. والله فكره ياسر حلوه هذه، نجموا نحطوها لبنتك ولا ولدك بحذاك في الكوجيده وينجم يعمل لنا منها برشا حاجات لطول اللي انت اللي هي تكمل في الترتيب بتاع العشاء، يعمل لنا هو ولا تعمل لنا البنوته لي زونتري بالماشين هذيا. باهي نزيد نكمل نشوف معاك هزار. ايه كيما تشوفي عفيف هاكا نعبي دوزور نتاعي نعبيه بالضبط ونحطوا تجي على قد القالب نتاع الماشين نتاعنا هذايا. عندنا زاد هذايا البوب كورن كيفاش نعملوا، قلنا ناخذوا دوزور نتاع هذا الكبير نعبوه بالقطانيه ونعملوا شطر نتاع الدوزور هذا الصغير شطر زيت نصبوهم ونسكروا عليها هذه هكا كذا باش نعملوا قطانيه تو نعمل في الكريب انا نسكروها وبعد كي باش نكملوا نقلبوها ديريكت هكا وبعد القطاني طبخنا في البول هذا.
يعني ما يستحقش اني باش نحطها في بول. ماجيك هذايا بيبي ماجيك حاسيلو بركة الماكينة ما شاء الله فيها برشا حاجة. يعطيكم الصحة اللي شايف. يعيشك عفاف. ميرسي بوكو. دونك هذايا تنجموا تلقاوها إذا كان فوزيت انتيريسي تحبوا تشريوا البوب كورن ميكر دو لا مارك كيوي تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك الخاصة بهم ولا انستغرام وإلا على الموقع ولا كيما قلنا لكم موجودة في لي غروند سيرفاس الكل. احنا باش نكملوا مع زين عابدين بالحارث باش نحكيوا توا دونك على رمضان زمان. علمها ونعرفوا قداش معناتها جدودنا كي يحبوا يلموا اولادهم ولاد اولادهم ويحبوا الطاوله على الاقل فيها اقل حاجه 20 واحد يلمهم كل يبدا فرحان كيفاش كلهم المهمين. لا غالب توا ظروف الكورونا ما تخلينيش اما ديما موجوده هذه العاده فينا انه الكبير نتاع الدار يحب يلم العائله كل قدامه ما يستحلى رمضان ما يحسوا مزيان كان بك اللمه هذيك نتاع اولاده ولاد اولاده وتدك الخوذه ويا. اما اليوم خليني نفتح قوس باش نذكر الناس وانه اللمه سي فغي باهية اما نتجنبوها حتى اللمه العائليه نتجنبوها في الفتره هذيا خاصه عند الكبارات نتاعنا عند امهاتنا وابائنا واجدادنا وجداتنا نتفقدوهم ونسالوا عليهم باستمرار بالتليفون ولكن نحاولوا باش ما نتلموش عندهم ما نمشيوش معناها بصفه كثيفه وبعدد كبيره عندهم على خاطر فما ريسك. لي جون قاعدين يخرجوا فما اللي قاعدين يقراوا دونك ممكن يسروا انه نعديوا لهم العدوى ردوا بالنا راو حتى شيء ما هو هارب. هو احنا نحكيوا على قديم وان شاء الله تنزل الغمه ونرجعوا كما كنا ان شاء الله يا رب. ولما في شقان الفتر احنا نحسوه شقان الفتر كان بشكون كان بعادل يوسف ورمضان رمضان ومن قلوبنا في الراديو هكا ولا طبعا كبرنا معاها وكبرنا معاها ورمضان ومن قلوبنا وبركتة يا رمضان اللي انت حليم الرومي برشا ناس ما يعرفوهاش. انا علاش حبيت نحكي عليها خاطر هكا حليم الرومي لابس الشاشيه نتاعنا والكوبيته فهمت ولا علاش نحبوها خاطر هو مسيحي ويغني على رمضان واحد تسامح الاديان وتقاربهم هذيك الحاجه الباهيه. ما كملنا مع بركتي رمضان كان واسماء الله الحسنى والابتهالات الا ندخلوا في واحنا مش ناكلوا بريكه جينا عزين بريكه بمسلسل شناب كنت عرشي هذه مسلسل تبارك الله هكا نحبوا نحيوا عزين بريكه دام اكثر من 6 سنوات مع عام 73 ل 78 138 حلقه مع شناب اللي هو يقول لك 7 سنين والبخت ضايع ونسمع الموسيقى نتاعها ما احلاها نحبوها وتذكرنا في ايامنا وصغرنا وبعد ومع هي ذكروا شي الحاج كلوف وزهرة فايزة وام تراكي ناس مليح كانوا كنا نسمعوا الراديو مشينا هكا حاج كلوف وامك تراكي وطلعنا عليه حتى حكايه يقول لك يا اخي فما السوق كان مرزوق برشا كلمات تقالت في الوقت هذاك قعدنا نستعملوا فيهم كامثله شعبيه وبعد مشينا من الحاج كلوف وامك تراكي وتطورنا اكثر. الجمعة اللي فاتت كان ذكر شي حين ذكرى 23 لوفاة الغول انا نقولوا نجيب الخطاب اللي كان يعملنا فما ايميسيون ذكرها كانت اسمها صح شريبتكم نسهروا معاهم على نجيب الخطاب احيانا كانت يوميا هذيك في رمضان بعد شقان الفطر الى جانب المنوعات الكبرى والسهرات اللي عودنا بهم المرحوم نجيب الخطاب والتجربه هذيك نتاع صح شريبتكم كانت معاه يرحمه صعيبه برشا على خاطر برنامج يومي ومباشر ووقت شقان الفطر في رمضان ما كانتش حاجه سهله برشا الحقيقه. هذا كل عشناه وحبيناه ووصلنا ما قعدناش كيكه نتذكروا مسلسل محمد رسول الله مع ياسمين الخيام وكل الاغنيه الكبيره نتاعها نتذكروا ومع الضحكه مع منجي العوني ونور الدين بن عيد ومسلسل خطير وكل اكل سكتش تاع الحليب والبرايم تو نضحكوا عليهم هذوكم كلهم كانوا حاجات مزيانين وكان كنا نحبوهم ياسر وكنا نعيشوا معاهم هاكا شفت خطيني ذكرها لكن هذا الكل اللي عشناه وكاسي كشرود يذكروا بالخير هذه كل سهرات رمضان الفوازير كان ذكرنا وكنا عشنا معاه طبعا. علاش هذا كنا نحكي فيه خاطر كنا تلفزه واحده وراديو واحد وكانوا الناس كل مركزه في قناه واحده وفي اذاعه واحده كانوا حاجات فينا احنا معناتها حتى لتو كي تحكي لهم عليها الحكايات هذوما نقول لكم عليها بابا عزيزي حكيت عن الزلوي كانت في الراديو بعد مشيت للتلفزه مشيت للتلفزه
المخرج عبد الرزاق الحمامي اللي صور هنا وزين هنا ومحليها. لكن هذا الكل مزيان والجو به ولا ما به، لكن يقولوا الناس بكري ما تكسرش لا افراط ولا تفريط. ما تشدش فما حكايه تحب نحكيها لك بعد اذنك. فما راجل بنته عرست يحبها برشا، عاد ما تعرف اللي تحب البنيه كل نهار كامل وانت مش يطلع عليها، عاد هو يمشي يطلع عليها، وعنده وليد اسمه عيسى والاخر اسمه ميسا، زاد كيف يطلع عليها، عاد كي يمشي البو يطلع على بنته يلقاها ومناسبه بابا متقلقه، ويشوف العائله نتاع بوها ما همش عاجبهم، متقلقين منه بصراحه، مع هو ما فيقش سيدي تيتا كيما نقولوا احنا. تخلى البنت وقال لها يا بنيه اش فيك لاباس، نحس فيك مش لاباس، يمشي عيسى يجي ميسا، يمشي ميسا نجي انا. قالت له يا بابا ماك الهم بكيتانا. اي سيدي هز روحه وخرج متحير، مشى لمرته قال لها راهو صوره فيها وفيها وفيها. قال لها، قالت له يا راجل اسمع كلامي، ما تفهم المراه كل المراه. قالت له شد ساقك على بنتك، ما عادش تمشي ياسر. اي كيما نقول واحد ثلاثه جمعات شهير وعاد رجع، فرحوا بيه حطوا له زهوين وبنته محلاها عامله جو. هيا سيدي رجع لمرته قال له والله فرحوا بي وعملوا هكا. قالت له يا راجل مش قلت لك يجي مش حلو يجي زحلو زر غبة تزدد حبا، هذيك حكايتنا هذيك. يعطيك الصحة زين عبد الدين بالحارث، شكرا لك، رجعتنا الأجواء ياسر مزيانة، يقعدوا ديما في قلوبنا وفي ذاكرتنا. احنا مازلنا معاكم كيف باش نقعدوا في اجواء شهر رمضان الفضيل، ولكن مع منال المجري معدة البرنامج باش نمشيو رمضان في العالم. كما العاده متابعينا الويكاند تعرفوا اللي كل جمعه نجيبوا ان بون بلان مع البارتنير نتاعنا اللي هو شركه ياسير اكسبريس، لابليكاسيون هذيا دو ليفريزون اللي توصل لكم الماكله والقضيه حتى الباب الدار، كسوا في تونس في سوسه في صفاقس والا في المنستير. الجمعه هذه باش نحكيوا على حاجه تعمل الكيف مع ياسير اكسبريس، تنجم في الويكاند تصبح راقد في دارك وكي تفيق من النوم تكماندي لبتي داج نتاعك، ومش من اي بلاصه، من عند كوسميتو اللي في المرسى واللاك والسنتر فيل. البون بلان تاعنا ما يقفش غادي اكاهو، على خاطر وقت اللي تعدي الكوموند نتاعك من كوسميتو نهار السبت ولا حد عندك ريدكسيون هامه برشا، الريدكسيون على الكوموند هذيا 30%. حاجة أخرى فالابل زادة كيف 30% ريدكسيون موجودة نهار كامل، يعني تنجم تكمندي حتى لل 11 بتاع الصباح فطور الصباح، ولا تكمندي حاجة بنينة في وسط النهار. ما تخليش العرض هذا يفوتك، تيليشارجي ياسير وتمتع باللي بون بلان. احنا مازلنا معاكم، فاصل قصير وراجعين. نجيو توا للفقرة الخاصة بالكتاب، كتاب في دقيقة. اليوم اخترنا لكم كتاب يحمل عنوان الولادة في تونس الطقوس والرموز،
وهو لسهام الدبابي المساوي. الكتاب هذا يحكي على الشعائرية والاحتفالية اللي ترتبط بلحظة حاسمة من حياتنا، ويتجاوز الكتاب مجرد كونه دراسة تراثية وطقوسية لمجموعة من الممارسات. لحظة الولادة اللي كونه مساهمة أساسية في احتضان تراثنا والحفاظ عليه ودراسة رموزه وطقوسه. دونك توا التحق بنا رستم، مرحبا بك رستم. أهلا عفيف. سافا؟ الحمد لله عايشك. كيما العادة كي يجي رستم معناها جاو الكادوات وجاي الدلال مع كونفورتكس ومع سوتيم، عندنا سيجور وحدة أخرى تنجموا تربحوها معنا في الحلقة نتاع العيد إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بحول الله. نقوموا بعملية القرعة. أعطينا فكرة هاو قاعدين نشوفوا فيها على الشاشة. إيفيكتيفمون للسادة المشاهدين باش نزيدوا نذكروهم شوية بالموس وبالأصل الموس. سوسيتي سوتيم اللي هي من أقدم الشركات اللي موجودة في تونس، المرة هذه إن شاء الله الجمعة الجاية نربحوهم بحلقة العيد إن شاء الله. جبنا السيجور هذه اللي ما يخفاك الشفاف، ديما وقت نقولوا السيجور معناها راهو ديما أوتوماتيكمون فيها أسيز وفيها لي دوسي، لي أسيز نتاعها راهو نحكيو في الـ 28-30 كيما تعرف، لي دوسي نتاعها زاد في الـ 22-24، لكن لاحظت شي فما برشا موديلات. كل مره عملنا وجبنا لهم لي موديل وحنا نربحوا في الساده المشاهدين، خاصه في رمضان القاده العربي والستايل نتاعنا اللي نحبوها احنا بالمع السيجور. المره هذه جبنا موديل اخر وان شاء الله من هنا الغدو الحين نزيدوا نحكيوا شويه، نزيدوا نعطيوا اكثر دي ديتاي. مي جوست نذكركم اللي لي سيجور هذوما راهم يتخدموا سور مزور سولون البلاصه اللي عندك انت في الدار حاب تعمل لها سيجور. دونك باش تشاركوا في المسابقه هذيا وتربحوا معنا وتدخلوا توت سويت على الباج اوفيسيال نتاع كونفورتكس ومتاع سوتيم باش تلقاو اون بوبليكاسيون، تعملوا جيم وبارتاج وتاجيو ثلاثة من أصحابكم وحظ سعيد للناس الكل. احنا باش نخرجوا فاصل قصير وراجعين. قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب، نجمة راك حرة. يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته مش نورمال. تيوينو الخبز قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خديتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعوا فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ أنا خولة سليماني في برنامجي بوم مع خوخة برشا تعب في التحضير والتصوير، أما كي ندخل داري كوجينتي هي عالمي.
كوزينه votre cuisine autrement. هذه خالتك منين؟ منبوزة من اللي سمعت بولدها سمير باش يشري جامون لمرته سهير. شقالك شقال عليه؟ الواهد تبذير. أما سهير حلفت عليه، يا إما جامون يا إما نو. واللي خالتك منين ما في بالهاش بيه اللي سهير ناوية تودها بيه. الجامون وصل وخالتك منين جات الطل، ضربت فيه وشهقت فيه وقالت من طيب كان بيه، وغزرت لولدها سمير وقتلوا يخلي لي بنتي سهير. سيرفيس جامون يصفي القلوب ويساعد الشيوخ. لا جام جامون خامة فينا وسلعة مزيانة. جامون فيفي ايمي كوزيني اوترومون. مطابخ عصرية، قوة في الأداء، فخامة في التصميم، تقنية متطورة. أرسوليك صممت لكل الأذواق. أرسوليك متوفرة في كل محلات الأجهزة الإلكترونية عبر الجمهورية.